من اللي عليها العين. أمين أختي. أمين أختك؟ وتعرف من مين؟ عارف. قريب هياخد جزاته. في الشهر الكام؟ تاني. تعال نشوفها ونخلص قبل غروب الشمس. في حاجة يا حمزة؟ من دول؟ شوفوا شغلكم. في كتفوهم. حمزة زين. ابعدوا عني. ابعدوا. اسكت يا حمزة. اسكت. ليه دي حمزة؟ ليه؟ صباح الخير. صباح النور. اوضتك حلوة قوي على فكرة. وانا شفتك فين قبل كده؟ بعد الحادثة. لا أنا ما أقصدش الحادثة. أنا شفتك قبل كده. اسمي تاج. بس أنت رحت فين؟ أنا شفتك تحت من شوية وجيت عشان أسلم عليك لقيتك مشيت. أيوه عرفت قلت إزاي يعني؟ عيب عليك، أنا مش سهلة هنا. كلهم عارفيني في الأوتيل. وبعدين اكتشفت أنا وأنت المصريين الوحيدين اللي هنا. فسهلة يعني. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. و انت وقت الحادثه اختفيتي ورحت فين؟ ما انا جايه اصلا عشان اعتذر لك اني مشيت. ما كانش ينفع استنى اكتر من كده. بس انا اطمنت ان الشرطه والاسعاف جولك. بس كان ورايا حاجات لازم اخلصها. ربنا يجازيك خير واشكرك على اهتمامك. تشكرني على ايه؟ احنا هنا المفروض سند لبعض. عليك يا صابر، فيك ايه؟ انا الحمد لله. ايه اللي حصل لك؟ قول لي. الحمد لله الحمد لله. طب احكي لي يا صابر، ايه اللي حصل؟ مفيش، انا وواحد معرفه عملنا حادثه. برضه مش عايز تقولي كنت مسافر ليه؟ في شغل يا رحاب. شغل ايه ده يا صابر؟ ومع مين؟ ما خلاص يا رحاب بقى، ايه الاسئله دي؟ ولو في حاجه عايز اقولها كنت قلتها. وبعدين يا ست ما تخافيش، انا مش هتجوز عليك زي ما عمل حسن. صابر، كان في حاجة كده حصلت كنت عايزة أقول لك عليها. حاجة إيه؟ الواد فين؟ الواد نايم فوق.